نموذج للإصرار على العلم والتعلم، زي ما بيقولوا دايما كده العلم نور، وإثبات إن العمر دايما مجرد رقم. النموذج ده هو الحاجة سعاد إبراهيم اللي حصلت على شهادة محو الأمية في سن 76 سنة بعد ما أصرت على الانضمام لمبادرة لا أمية مع تكافل اللي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي. الحاجة سعاد إبراهيم معانا على التليفون دلوقتي في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا حاجة سعاد. صباح النور، السلام عليك. عليكم السلام وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة ربنا يخليك. يعني حاجة سعاد رب يا احنا بخير طول ما انت بخير يا حاجه سعاد. احنا بخير طول ما انت بخير وربنا يخليكي وكل سنه وانت طيبه. بخير يا رب. ربنا يخليكي. قولي لنا يا حاجه سعاد بقى، ما شاء الله يعني ربنا يديكي طول العمر وربنا يديكي الصحه، 76 سنه ما شاء الله، وقررتي ان انت تتعلمي القرايه والكتابه. اتعلمت وخدت الشهاده لما كنتش اعرف اي شيء، لما رحت بني سويف كنت رايحه الفشن وركبت عربيه الفشن، عربيه الفشن خدتني وبين جوه جنب ما عرفتش، راحت نزلتني بني سويف وانا ما اعرفش حاجه. بصيت لقيت انا بيقول لي انزل يا حاجه بني سويف، قلت له انا ما اعرفش بني سويف ولا انا جاي بني سويف، ده انا جايه الفشن. فجاي الفشن وقعدت على الرصيف وببكي، واحد ابن حلال زيك وكده لجاني بيقول لي مالك يا حاجة، قلت له انا جاي الفشن وجاني السن بني سويف وانا مش عارف. راح الله يستركم ويستر، راح ركبنا عربية الفشن ودفع لي الاجرة وقال لي على عيننا يا حاجة. جيت يوم في يوم لقيت الابلة صفاء فاتحة فصل بتاع المبادرة، رحت بقول لها يا ابن الصفاء ما تعلمين حتى اعرف اسمي، قالت لي تعالي يا حاجة. رحت يا حاجة بقيت اخد في الاسبوع 3 حصص، اتعلمت الكتابة وتعلمت القراية، اي اعلام اي يافطة قرآن اي حاجة اكتبها دلوقتي واقراها ما اتوهش. يا سلام. وخدت شهادة نحو الأمية. طيب يعني حاجة سعاد، يا حاجة سعاد ما شاء الله عليكي، انت ست عظيمة، ست بجد عظيمة انك انت قررتي تتعلمي في السن ده. عايز اسألك سؤال برضو عشان كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا، ده فرق معاك ازاي حاجة سعاد؟ يعني انك انت تتعلمي وتاخدي القرار انك تتعلمي القراءة والكتابة في السن ده، غير فيكي ايه؟ ايه اللي فرق فيك شخصيتك لما اتعلمت القراءة والكتابة في السن ده؟ الحمد لله دلوقتي، الحمد لله يا باشا، يعني اروح وعايزه اقابل الريس يطول عمره ويخليه وينشل على مين يعاديه، يسترها معايا الحاج عبد الفتاح السيسي. طب يا حاجه سعاد، احنا شايفين خطك كمان حلو قوي ما شاء الله، وشايفين اهو انت بتكتبي العلم نور وبتكتبي اسمك وكمان بتقري في القران الكريم. ربنا وفي الابر صفاء، واي خط واي حته تملوني انا اكتبها واقراها، والقران اقراه في كل حاجه ما شاء الله. طب ايه يا حاجه سعاد بقى نفسك في ايه؟ يعني نفسك تعملي ايه تاني؟ نفسي اشوف الريس، اقابل الريس، ونفسي اللي تعملوه بقى معايا. تمام. اللي تعملوه معايا وتعملوه لي انا نفسي فيه. اكتر حد ساعدك مين يا حاجه سعاد؟ ولادك شجعوك ازاي؟ الناس اللي حواليكي، قرايبك، جيرانك؟ انا قاعده وحدي. انا قاعده وحدي يا حبيبي. ربنا يديك احنا الصحة كلنا ولادك يا حاجه، ربنا يديك الصحه وطولة العمر، والف مبروك وبنبارك لك طبعا مره ثانيه. ويعني احنا سعدنا بوجودك معنا الحاجه سعاد ابراهيم الحاصله على شهاده محو الاميه في سن ال 76. حاجه عظيمه ومشرفه جدا لكل سيده مصريه ان يبقى عندها هذا الاصرار.